ألو ألو سارة، تحياتي لك سارة، تحياتي لحضراتكم، أهلا وسهلا. في البداية حابة أتكلم معاك عن الفترة اللي توليت فيها تدريب فريق الأهلي وحققت البطولات معاه، إزاي بتقيم التجربة دي؟ في حقيقة الأمر توليت تدريب النادي الأهلي، كان أخذت هذا الفريق من زميلي العزيز راينا هولمان الذي عد الفريق جيدا، وكانوا لاعبين رائعين، كان هناك لاعبين جيدين جدا، كان فريق جاهز فنيا، وقد توليت هذه المهمة وتواصلت التدريب معهم، وحققنا بالطبع بطولات رائعة كثيرة، وكان وقت ممتع لي أثناء توليتي مهمة تدريب الأهلي في هذا الوقت. مين أكتر اللاعبين اللي بتعتز بتدريبهم خلال توليك تدريب النادي الأهلي؟ كان هناك لاعبين كثيرة رائعين مثل سمير كمونة، بالنسبة لي كلاعب وسط ملعب، وبالطبع المهاجم الرائع حسام حسن، وليد صلاح الدين هذا صانع ألعاب، اللاعب المهاري بالنسبة لي من الناحية الفنية، كان بالنسبة لي وليد صلاح الدين من أهم اللاعبين أيضا ذلك الوقت. طيب، انت يعني قمت بتجارب تدريبيه في المنطقه العربيه والدوري المصري طبعا بخلاف الاهلي، اكيد لازم اسالك ايه الفرق بين تدريب الاهلي واي فريق تاني من وجهه نظرك؟ عندما كنت في الامارات ودربت فرق هناك، بالنسبة لي أنا أرى أن التدريب في مصر والكرة المصرية ومع النادي الأهلي هو الأفضل، وهذه حقيقة لمستها في فترة تدريبي في الدول العربية وخاصة في الإمارات وفي مصر، فأرى النادي الأهلي وتدريبي للأهلي في هذه الفترة في مصر كانت الأفضل ورقم واحد عندما أقارن. وأرى أيضا ليس فقط الأهلي، فهناك فرق رائعة قوية في الدوري المصري أو في مصر كالزمالك والإسماعيلي، وأيضا عندما توليت التدريب في إيران ليس فقط في الدول العربية، فأرى أن الدوري المصري والكرة المصرية والفرق المصرية هم الأفضل، وبالنسبة لي بالطبع النادي الأهلي رقم واحد. إيه أكتر بطولة بتعتز بيها مع فريق الأهلي؟ يذهب تيتل ازو البطولة الأولى الدوري المصري لها لمسات خاصة، لأنها هي أول بطولة حققتها مع نادي الأهلي عندما توليت التدريب، وهذا عندما كنت مدرب نادي الأهلي، ولكن عندما كنت لاعب كرة قدم كانت هناك بطولة الدوري الألماني بوندسليغا مع بايرن ميونخ، كانت بالنسبة لي بطولة هامة أيضا، ولكن مع النادي الأهلي هي البطولة الأولى الدوري المصري، بطولة الدوري المصري. كنت مدرب للأهلي وواجهت الزمالك في مباريات سابقة، وطبعا يعني القطبين هيتواجهوا وجه لوجه الأول مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إزاي شايف المباراة دي فنيا ومدى حظوظ الفريقين فيها؟ ده هذا هو التاريخ، مباريات تاريخية في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، عندما يحدث ذلك فهي شيء رائع للكرة المصرية، وهذا تاريخي سوف يكتب في التاريخ. في حقيقة الأمر واجهت لاعبين كثيرين في الزمالك عندما كنت مدرب الأهلي، كانوا لاعبين رائعين أقوياء جدا، كان الزمالك يعد نفسه قوية بشكل قوي دائما،
وكان لديه لاعبين كثيرين ويتوقعون ويجهزون نفسهم بشكل دائما ممتاز لمواجهة الأهلي، فكانت مباريات قوية تاريخية وتكتب في التاريخ، فأرى أنها مباراة مهمة جدا للكرة المصرية. هل ما زلت تتابع الكرة المصرية في الوقت الحالي؟ للأسف لا أستطيع مشاهدة المباراة من ألمانيا مباشرة، ولكن أقرأ الأخبار وأتابعها بشكل مستمر، ليس فقط الأهلي بل الكرة المصرية والجونة وإنبي، وأتابع الفرق المصرية بشكل دائم، ولكن لا أستطيع للأسف رؤية المباراة بشكل لايف. طيب فقط بشكل الأخبار. عام بما انك قمت بتدريب النادي الاهلي، كنت شايف ايه نقاط القوه في النادي الاهلي او في لاعب النادي الاهلي بشكل عام؟ ايه الشخصيه اللي بيتميز بيها لاعب النادي الاهلي وبتميزه عن اي لاعب تاني؟ عندما نقول ذلك باللغه الالمانيه او بالنكهه الالمانيه، فلعيبه النادي الاهلي لديهم الطموح أنهم يلعبون من أجل البطولة، من أجل الفوز، فأنا أميزهم بذلك وأراهم مميزين جدا بذلك، لاعبون يلعبون من أجل تحقيق الألقاب من وجهة نظري. طيب رأيك في اللعب المصري بصفة عامة، وليه الأندية الألمانية يمكن تكون في الوقت الحالي مش بتهتم بضم لاعبين مصريين زي مثلا ما بيحصل في الدوري الإنجليزي أو الأندية الإنجليزية؟ الو يا شيرزي، دي فراغ بشكرك تسابل، طبعا كنت معانا في برنامج السادسة الحقيقة، واحد من المدربين اللي جمهور الأهلي فاكر له طبعا مواقف كتير، فاكر له فترة تدريبية كويسة سافية علامة مع النادي الأهلي، قاد فيها جيل من يعني جيل تاريخي، جيل ذهبي زي ما بنقول دايما.